ومعايا على التليفون اللي جاب على هذا السؤال الاعلامي والصديق العزيز كابتننا خالد الغندور، كابتن نادي الزمالك السابق. اهلا بيك، اهلا بيك كابتن خالد. اهلا بيك يا استاذ محمد، والف مبروك على البرنامج الجديد، واتمنى لك دايما التوفيق، وكنت من عشاقك في الراديو، وان شاء الله اكون عشاقك من التلفزيون. ده طلعت علقه يا خلود. صعبة. انتوا بتعملوا ايه كل يوم؟ يعني عارف، بس الراديو جميل برضو. لا، علقة في الفضائيات خمس ايام هوا. انا كنت مفكرها كده، يعني احنا بنحاول نخليهم اربع ايام بقى، يعني مش قادرين كده. ربنا يوفقك، انت هتاوي ودود ان شاء الله. الله يخليك، تسلم لي. وعاوز اجابة، تفتكر تغيير مجالس الادارات في نادي الزمالك، علشان اكلمك وانت راجل كابتننا في نادي الزمالك، ده يؤدي الى تغيير في الأجهزة الفنية في النادي، وتحديدا الفريق الأول لكرة القدم؟ والله عايز أقول حضرتك حاجة، يعني اللي فرق بين انتخابات جمعيات عمومية وبين جماهيرية الأهلي والزمالك. يعني نكون منطقيين، يعني المنتمين للنادي الأهلي ممكن بنتكلم مثلا في 70,000 100,000 واحد، النادي الزمالك 40,000 عضو، لكن الجماهيرية بالملايين مش مشتركين في الأندية دي. نعم. وعايز أقول لحضرتك كمان إن في ناس كتير من أعضاء الجمعية العمومية في الأهلي زملكاوية. نعم. وفي كتير جدا من أعضاء الجمعية في الزمالك أهلاوية. وبيبقى الهدف بالنسبة لهم هو النادي الاجتماعي، وإن هم أولادهم يلعبوا في أماكن محترمة، حمامات سباحة، يعني ألعاب فردية يقدر من خلالها الناس وهو صغير هو يلعب ألعاب كويسة يعني. فبالتالي بيبقى الانتخابات دي اجتماع أكتر منها فرقة الكورة. طب أنا عايزك بس علشان من إعلامي زيك خش في الموضوع، ميدو هيقعد ولا هيمشي؟ لا، ميدو قاعد. بص، ما فيش أي حد يقدر يجي يمشي ميدو الا لو ساءت النتائج بطريقه كبيره، يعني متوقع العبره بالنتائج. خرج البطوله، حتى لو المستشار مرتضى منصور هو اللي فاز بالرئاسه. لا، المستشار مرتضى منصور حتى لو جه ميدو قاعد، هو ما فيش اي مشكله، وهي بس القصه ان انت يعني هل قدرت في ماتش اللي جاي ده اللي هو بعد كسبت فريق الناتو. طب تفتكر اللي هيجي كابتن خالد الغندور يقدر يحل الأزمة المادية والمالية الكبيرة في نادي الزمالك؟ الخط قطع.